هاو خدام راه واقف راه واقف لي احنا راه السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من سطات من سوق السمك الكبير الشطيبة من عند بائع واحد الأسماك سيدريس اللي بالمدينة ديال سطات سوق الشطيبة اللي الثمن ديال السردين واصل 13 درهم الكيلو الكروفيت 90 درهم وغادي نعرفوا يعني جل أثمنة ديال الحوت اللي واصلة اليوم نزال هبره قرتنا حتى الطريف ولا شي هبره اش الخضره كنت بغيتي تقول لي الثمن ديال دير اخويا لا حاجه كنت نسيب لك لحم كنت شفتها بيد انا يلاه كنبقى انا في الصباح الثمن ديال السردين 13 درهم السردين راه 260 260 والكروفيت 90 درهم الكروفيت 90 يقول لي نعم
تبارك الله. مرحبا مرحبا خويا، شوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سطات. هذه الأثمنة ديال الحوت اللي دايرة هنا بالسوق اللي سردي الوصل الثمن ديالو 13 درهم الكيلو، كيلو فيه 90 درهم. روبيو دا داير 25 درهم ياك. قول الله يحفظك. هذا هو ال سي بريس خويا، بغينا تقول لنا الأثمنة ديال الحوت كي دايره، يعني السردي شحال واصل؟ السلام عليكم. السردي اخويا 260 260 ترو فيه 90 درهم، زيد شويه الثمن اليوم. ميرنا 50 درهم. الجو ديال السوق اليوم كيداير مقارنة مع ال شوية بحال كيما القاعدة وصافي، شوية الثمن شوية
يعني طاح كان تقريبا 15 درهم 16 طاح سري شويه اليوم الدياما رخيص والله يا خو لا الجو مزيان الجو مزيان كيكونش هذاك البرد وكيكونش البحر دابا هايج بزاف كيكون البرد بزاف كيكون البحر هايج شويه كيكون البرد زاكي واخا كيكون البس كيكون البحر مزيان كان بوكا بحري الله يحفظك شكرا لك سعد الاله مرحبا خويا سعد الاله كما كتشوفوا مجددا متابعي قناه تي في مباشره من سطات مرحبا سعد الاله شوفوا الاسمنه ديال الحوت عند سيدريس هنا سيدريس مرحبا خويا مرحبا خويا لا تبارك الله الجو داك لينا فهمتيني الجودة عربي كان يبيع كان يدير كرويدة الجودة كنشكركم مجددا متابعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر هذه هي مختلف الأسمنة ديال الحوت سرديل يعني اللي وصل الثمن ديالو 13 درهم كنت واجدوا مع السي عبد الاله اش من كل الحاجه والثمن ديالها هانت كاين الدبدوبه هو 70 درهم كاين 140 درهم كاين الفرخه هو 40 درهم كاين الكولا ها هي 40 درهم كاين الشرغو هو 50 درهم كاين الكروفيت راه هو 70 درهم السور 70 درهم الميرنا 50 درهم السرديل هو 13 درهم ايوا لا شويه الثمن كاين شويه الثمن وكاين الجوده كاين الجودة وكاين الثمن شويه هابط لا شوبه هي 20 درهم ها 20 درهم لا شوبه مليحه 20 درهم مليحه لا شوبه مليحه 20 درهم ها لوز الروبي هو 25 درهم 20 درهم هو المهم لا يبقاش عندنا بلا حنا نقصوا عليه في الثمن شويه وغادي شويه لا حافظ خويا شكرا بارك الله فيك تشوفوا مجددا قناه شوف تي في مباشره من سطات هذه هي الاسمنه ديال الحوت كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء في بث مباشر اخر.